السلام عليكم. أرجو من الله العلي القدير أن تكونوا بخير. المهم اليوم غنديروا السردين مشوي. شوفوا كي داير هاكم بحال النقرة بحال كدا، خصو يكون العينين ديالو اللي تشوه. هانتوما واقف، هانتوما مزيان واقف، هانتوما اللي غنشدها واقفة، شفتوها واقفة مزيان. كيكون هكذا لما كديرو هكذا العينين كيكونوا بيضين. هذا هو السردين، ماشي بحال الحوت. وهذا كيكون هكذا، كيكون حمر هنا. ها نتوما شفتوا كي كيقول لك دمو على خدو. ها اذا دابا غنديرو في الشوايه. العافيه خصها تكون حمراء زانده مزيان، ماشي يكون فاخر باقي فيه الدخان. العافيه خصها تكون زانده مزيان. هاي فينا هي، شفتوها كديروا له هكذا الراس هكذا والراس الاخر هكذا، الراس هكذا تكمل. هادي دابا هكذا وغنديرها فوق العافيه دابا وغنخليها تشوى. المهم حتى تشوى مزيان من التحت ونقلبوها. نقلبوها هانتوما السردين طاب من الجهه، غنقلبوا بهادي دابا غنقلبوا. ديروا ليه هكذا وقلبوه. هانتوما شفتوا هو زوين. المهم لما كيولي عندك فيه الدهنيات بزاف في الصيف باقي قدام شهر 8 كيولي فيه الشحمه وكيطيح الشحمه على العافيه وكتولي تشعل العافيه. الا شعلت لكم العافيه حيدوا الشوايه ورشوا عليه الماء باش يطفى. هذه غير نصيحه قلتها لكم، كاين اللي ما كيعرفهاش. سميتوها السردي فينا هو بالصحه والراحه. الخبز ديال الدار كنقدموه مع البصله. انا عندي البصله، البصله ما كاينش مطيشه. المهم السردين قبل ما تشوه ديروه في الملحه، ديروه في الملحه باش كيجي مزيان. هذاك الشيء حيت بعض المرات ما كيتكون فيه ديك الشكامه، عرفتوا ديك لي زيكاي اللي كيكونوا ما كتكونش فيه. اذا من الاحسن ديروا ليه ديك، بالاخص ديروا ليه الملحه ديك الغليظه، ماشي هاد الملحه، ماشي الملحه ديال الدار ديال الكوزينه اللي كتكون رقيقه. لا يلا بالصحه والراحه. هو هذا السردين دابا من دابا هو كاين. المهم دابا باقي ما كاينش، باقي ما عندوش ديك القشره بليضه، ديك القشره اللي كتكون فيها الشحمه هنا. لما كديرو هكذا كتكون هنا الشحمه زوينه غزاله. دابا باقي ما كاينش الشحمه ولكن ولا كيتشوى، ولا كيتشوى في فوق العافيه. هذا درته فوق الفاخر هو اللي كيجي زين بالاخص. يلا بالصحه والراحه.